دكتور أيضا في هذا السياق يحضرنا أنه موقف الرئيس هادي، موقف الجيش خلال 4 سنوات التي كانت فيها حكومة الوفاق، كان هناك لم يكن هناك وفاق أصلا بين الرئيس ورئيس حكومة رئيس الحكومة باسندو وقتها، لم يلتقي الاثنان نهائيا ولم يجتمعا ولم يتناقشا ولم يحضرا. تسلل من خلالها الحوثيين، تسلل أيضا من خلالها عدد من القوى. كيف أسهم ضعف الرئيس هادي في تسليم البلاد للفوضى؟ هل يمكن أن نقول أنه كان ضعيفا أم أنه أضعف؟ الرئيس هادي يبدو لي أنه استمر يعني كما عاش 18 عاما في عهد علي عبد الله صالح، كان نائبا للرئيس في الظل. تخيل، نائب للرئيس لا يمتلك صلاحيات، يعيش في الظل. لكن هادي للأسف لم يستطع أن يمارس مهامه كنائب رئيس، لأنه يبدو لي لأنه عاش في الظل 18 عاما، ثم عاش يعني. لاحظ معي أخي أحمد، أنا سأستدعي المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، كانت تقول أنه فترته عاما فقط مرحلة انتقالية، ثم الذي حدث؟ مدد لنفسه، حدث حتى يعيش الآن هادي. صحيح أنه يعيش الآن في فنادق الرياض، لكنه يعيش الآن لا يمارس صلاحيته كرئيس تحديدا، ولا حتى كسفير، ولا حتى كلاجئ، أو حتى يبدو لي حتى كلاجئ له حقوق اللجوء. وبالتالي هنا إذا هادي يتحمل المسؤولية الكبرى في إطار أنه يعبر عن شرعية. نحن في تعريفنا للعلوم السياسية نقول، نعرف الشرعية إجرائيا أنها عبارة عن الرضاء الطوعي والاختياري لغالبية المحكومين تجاه الحاكم. نعم. الشرعية السياسية غائبة، ليست موجودة لدينا، وبالتالي يعني الحديث عن ما يسمى بالشرعية استنزف، وفي نوع من التحايل حتى في على المستوى المفاهيمي. ليس لدينا في اليمن شرعية سياسية، ولم يمارسها لا هادي ولا من يعبرون عن الشرعية في هذا الإطار. لدينا يمن مكسم لدى عرب، للأسف كنا نعتبر أنهم يعتبرون أن اليمن جزء من العرب، ثم لدينا أطماع داخلي، أقصد خارجية، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. وبالتالي أنا أقول بكل وضوح، اليمنيون يتحملوا المسؤولية ابتداء، لأن يعني نحن الآن، أنا أوصف المرحلة أننا نعيش في مرحلة شرعية لا شرعية. نعم. يعني في هذا الإطار، وبالتالي أستطيع أن أقول أن على اليمنيين أن يطرحوا التساؤل التالي: لماذا الاقتتال اليمني مستمر والدماء اليمنية تسيل حتى الآن؟ ولماذا تمكن الخارجي، سواء كان عربيا إماراتيا سعوديا أو إسلاميا يعني إيرانيا أو أجنبيا أمريكيا وبريطانيا، لماذا يعبث باليمن ويعني يصول ويجول، ونحن كيمنيين ويمنيات يعني غدونا غرباء في هذا السياق؟ إذا أعتقد أن القوى السياسية ثم المتقاتلون اليمنيون يتحملوا جزء كبير من المسؤولية. أقصد دكتور، كيف استطاعت ميليشيا الحوثي أولا شق الصف في اللقاء المشترك؟ كيف استطاعت استمالة جزء كبير من اليسار وتحييد اليمين، وأيضا الاستفادة من حزب المؤتمر الشعبي العام كوقود لحربها أو معركتها للسيطرة على الدولة في 2014، ومن ثم لاستمرار هيمنتها ونفوذها، وحتى استمرار استخدامهم في المعارك سواء في المحافظات أو حتى في المناطق الحدودية؟